عمر وبعد كده رجعت في انتخابات 2001 وعملت شغل عالي جدا في انتخابات 2001 كانت نتيجته ان اطلع المركز الخامس وتم الاعلان لمده ساعتين وبعد ساعتين اما خرجنا من فرز الاصوات فوجئنا ان النتيجه اتغيرت وبقى عم جورج سعد هو رقم 5 وانا رقم 6 لما جينا نعترض مع من يدير الانتخابات في ذلك الوقت قال لنا عندكم لجوء للمحاكم مش هفتح حاجه وطعنا في الصندوقين اللي فعلا احنا شكينا فيهم ان هم مش فيه اثناء الانتخابات دي كان كابتن حماده امام الله يرحمه هو مجموعه كبار النادي زي دكتور امير رفاعي استاذ كامل البيطار كابتن ابراهيم يوسف كابتن حسن شحاته كابتن استاذ محمود بدر الدين كان امين سرهوب في الفتره اللي فاتت دي كلهم اتحدوا مع كابتن حماده لما اطلق عليا اسم المراه الحديديه وانا بعتز وليا الشرف ان هو اطلق عليا كده ليه؟ عارفين ليه؟ لاني كنت بشتغل انتخابات في هيئه اهليه وقت ما كانش في تمكين للمراه وكان في صعوبه دلوقتي المراه واخده حقوقها بكتير وتمكنت من الاداره والتعامل وتبوء كل الاماكن القياديه زي ما انت شايف احنا كان عندنا المستشاره تهاني الجبالي كانت رئيسه المحكمه الدستوريه كان دلوقتي عندنا 26 امراه في المحافل القضائيه بين النيابه العامه والنيابه الاداريه والمحكمه الدستوريه وطبعا كلنا مطلعين على هذا الامر. فانا عايزه اقول لكم ان اللقب ده وانا بعمل حركه انتخابيه دلوقتي في 2023 لقيت بعض الاعضاء بيفكروني بيه كنت مبسوطه وكنت سعيده ان الكلام ده بيمثل ليا ذكرى طيبه. فانا اتمنى ان عضو الجمعيه الاموميه يختار الاول يشوف ويتحدث مع كافه المرشحين وبعد ما يتحدث معهم جميعا يقيم المرشح ثم يختار. انا باعلو الديمقراطيه داخل النادي لكل عضو في النادي الحق في انه يشوف ال 67 مرشح ويختار بالمعايير اللي هو شايف انها هتخدم النادي واعضاء النادي. لكن انا مش مع انا اهو بكرر الكلام وعلى مسؤوليتي انا مش مع ان ميرفت تيجي تقول لك لا خد دول اصل دول اصحابي اصل دول هيبقوا متفاهمين اصل انا ممسكه كل واحد فيهم لا هو النادي جزر منعزله مش هينفع طبعا ال 12 كل واحد ياخد حته لازم في قرار مجلس اداره وفي عرض في موافقه الاغلبيه في طرح على طاوله الاجتماعات بين ولا وايه الاحسن وايه الاكثر فلازم انا مع الديمقراطيه كلنا شفنا السيد الرئيس من 3 ايام وهو بيتكلم في مؤتمر حكايه وطن قال يا مصريين جات لكم الفرصه لو عايزين تغيروا غيروا لو عايزين تختاروا اختاروا انا هنا بقى بقول لكم يا اعضاء نادي الزمالك المحترمين جات لكم الفرصه ان انتوا تختاروا مجلس يعبر عنكم هتعيشوا بيه الاربع سنين والله اعلم توابعها هتبقى ايه ده غير ان خلوا بالكم كمان انا اقدر امشي بزف وبزغارين وانا شباب مصر كلها مسميني ام الشباب ولكن انا حرصت ان العضو وحريص ان العضو يلاقي مرشح وبالذات رئاسه مجلس الاداره واحد منه وخارج منه وبيكلمه مش بعد ما يتبوء المكان يقول له الباب مقفول لا مش هرد على الاعضاء لا انا حريصه جدا ان العضو يحس انه يشعر ان الرئيس بالذات معاه واتمنى ان كل اعضاء مجلس الاداره يشعروا بهذا الشعور لو حد عايز يسال اي حاجه انا تحت امركم لو عايزين تعرفوا اكتر في لقاءاتي وكلامي انا صفحاتي مكتوبه باسمي ميرفت سيد احمد بالعربي وبصورتي اكون سعيده ان انتوا كل المنصات الالكترونيه تشوفوها انا تحت امركم في اي تسائل حضرتك هتعملي ان شاء الله في قرب بعد اذنك خش بقى ماشي ان شاء الله حضرتك هتعمل ايه في قضيه كهرباء اللي هي سائله
كورة دلوقتي بين الزمالك وخبر الاهلي وكهرباء الاهلي. حضرتك انا قلت رايي في اكثر من منصه اعلاميه وكان اخرها امبارح في برنامج اللعيب مع المذيع مهيب. وقلت الكلام دوت في البدايه ان حضرتك لما هتتحل مشكله الماليات عندنا هتتحل كل المشاكل، ولكن كهرباء ده له وضع خاص. مش هنتنازل في الفلوس ولا هنتنازل في حقنا، ويمكن المستشار عمر هريتي كان طلع في البرنامج امبارح قبلي وقال ان احنا واخدين الحكم واجب التنفيذ. انا لما جيت قلت لمهيب يسال من كان في يده امر اداره نادي الزمالك لماذا لا يتم تنفيذ الحكم القضائي. انا بالنسبه لي لو سالتني لا تهاون ولا تعصيب ولا تنازل في حق نادي الزمالك ولو الشعب. لازم يتكلم مع كهربا. هي القضيه المصاره، هي القضيه المصاره دلوقتي بين الجماهير. لا دي قضيه للمحكمه والحكم فيها هو كده كده خلاص هيدعم عليه. طب امتى؟ ولو بطل استاذنك امتى؟ امتى هتخلص؟ عايزين نعرف امتى هتخلص. اعزائي المشاهدين تابعين جريده المصري يوم، مساء الخير على حضراتكم، معاكم مراسلكم احمد النحيتي من داخل نادي الزمالك. زي ما حضراتكم شايفين السيده ميربت سيد احمد مرشحه على منصب رئاسة نادي الزمالك الدورة الانتخابية 2023-2027 في ندوة خاصة مع أعضاء الجمعية العمومية. اجواء جميله جدا جدا بيعيشها نادي الزمالك هذه الايام. زي ما حضراتكم شايفين عدد كبير من نجوم نادي الزمالك ابرزهم نجم الزمالك احمد جعفر اللي ورا في الخلفيه بيساند يعني القائمه الموحده، وهنا يعني الكل متعاون مع بعضه بشكل كويس جدا، الكل بيتمنى توفيق للاخر. اجواء جميله بيعيشها نادي الزمالك وانتخابات نزيهه جدا جدا داخل النادي، منافسين وبيسلموا على بعض في كل الاوقات وموجودين جنبا لجانب. حضرتك في حكم قضائي واجب النفاذ يا فندم. ايوه الموضوع انتهى، في حكم قضائي واجب النفاذ يا جماعه. طيب عايزين سؤال تاني من فضلك، مش عايزك عايز تسالني على حاجه قبل ما تروح الصلاه؟ اي سؤال يا جماعه؟ طب في اي حد تاني عايز يسال على اي حاجه؟ انا عايز اقول لكم في مشروع كمان مهم جدا، انا صاحبه اطلاق في الفكر الجديد في نادي الزمالك، ان احنا هنعمل تحول رقمي في كافه انشطه النادي. الكارنيه هيبقى ممغنط وانت داخله حضرتك وانت خارجه، لو ابنك داخل التمرين وانت مش معاه هتعرفه داخل امتى وخرج امتى عشان يبقى عندك اطمئنان عليه. هتجددي العضويه من خلال ابلكيشن وانت قاعده في البيت، سواء كان مع فوري او شركه تانيه اللي احنا هنتعاقد معاها. حضرتك